وسأعرض لكم الوثائق والحقائق، لكنني مثلما قلت لكم عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا البث المباشر والإعادات وأن تبقوا مرابطين مع هذا البرنامج إلى آخر حرف من آخر حلقة فيه وحق الزهراء، ستعرفون الحقيقة كاملة وسيغير ذلك حياتكم شئتم أم أبيتم. إذا التزمتم بهذا الذي أقوله، إذا تابعتم الحلقات من أولها إلى آخرها وتابعتم البث المباشر والإعادات وصبرتم علي، ستعرفون الحقيقة كاملة التي ما عرفها أجدادنا وما عرفها أجداد أجدادنا ولا عرفها آباؤنا ولا تعرفها الشيعة اليوم. التحقيقات العميقة والدقيقة ستأتيكم إلى هذه الحلقة وأنا في تمهيد لتلك التحقيقات من أول شهر رمضان وإلى هذه الحلقة الخامسة، فأنا في تمهيد في صناعة أرضية للقادم من التحقيقات. إنني أقوم بمد الفرش كي أضع على هذه الأفرشة وعلى هذه الأرضية النتائج التي جمعتها لكم. لا أطالبكم بتصديقي، والله 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 لا أطالبكم بتصديقي، وإنما أقول لكم احترموا عقولكم ودققوا النظر في المطالب التي ستطرح ولا تستمعوا إلى ما يقوله الكذابون من الطوسيين من السيستانيين من الشيرازيين من جميع الاتجاهات. لا تستمعوا إليهم، دققوا النظر بأنفسكم، لا تصفوني لا بخير ولا بشر، وحتى لو وصفتموني بشر فلا أبالي. تعاملوا مع المعلومات التي أقدمها لكم مثلما تتعاملون مع أي معلومات، ضعوها في دائرة الشك وبعد ذلك ابحثوا عنها، تدارسوها، تباحثوا حولها، راجعوا أهل الخبرة من غير أصحاب العمائم. أصحاب العمائم كذابون لا خبرة عندهم، راجعوا الأكاديميين من أساتذة الجامعات المتخصصين في المطالب التي سأتحدث عنها، لا تعودوا إلى أصحاب العمائم. أصحاب العمائم حتى لو كانوا يعرفون الحقيقة لن يخبروكم، هؤلاء كذابون دجالون سفلة. أسوأ العبائر وأسوأ الأوصاف هي قليلة بحقهم، أتحدث عن جميع أصحاب العمائم، هذا هو الأصل. إذا كان هناك من استثناءات فلا بد من دليل يقوم على تلك الاستثناءات، وإلا فإن الأصل في أصحاب العمائم الكذب والخيانة وبيع الدين. هؤلاء عباد الفروج والبطون، هؤلاء عباد الأدبار، كثيرون منهم عباد للأدبار لأدبار الذكور. سيأتي الكلام بالوثائق بالوثائق وبالحقائق وبالدقائق، لكن عليكم أن تصطبروا علي وأن تتحلوا بالنفس الطويل.